نظمت وزارة الداخلية احتفالية لتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء الشهداء بمختلف المراحل الدراسية تقديرا للتضحيات التي قدمها آباؤهم في سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان. استمرارا لدعم وزارة الداخلية لأسر الشهداء تقديرا للتضحيات التي سطرها أبناؤهم ليصل الوطن إلى ما هو عليه الآن من أمن واستقرار. وفي تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة، قامت بتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية، وهو تكريم يدفعهم إلى مزيد من التفوق. التكريم ده بيحفزنا دايما وبيخلينا لكل مرحلة جديدة عندنا طموح اننا نبقى احسن. التكريم بيديني دفعة المزيد من التفوق والنجاح. كان نفسي بابا يكون معايا النهاردة وانا فخورة جدا بيه، بس وجود الضباط هنا برضو حسسني ان بابا موجود معايا. فرحانة ان هم مهتمين بنا، فرحانة ان انا بنت الشهيد. عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل، ابويا شهيد دي حاجة اكيد تشرفني. كؤوس التفوق ومعها شهادات التقدير تم تقديمها لأبناء الشهداء الذين أثنوا على ما تقدمه وزارة الداخلية من رعاية لهم على كل المستويات الاجتماعية والإنسانية والمعنوية والمادية، لتؤكد معها أن التضحيات تبقى مخلدة في ذاكرة الوطن وأبنائه، وهو ما ينعكس على الاهتمام والحفاوة بأبناء الشهداء في كل مكان. الوزارة واقفة معانا ومساندانا في كل وقت من أوقات حياتنا، لأنها بتقول للابن باباك موجود، إذا كان الأب راح فوزارة الداخلية هي بيتك التاني. بشكر فخامة الرئيس على اهتمامه بأبنائنا وأبناء المتفوقين، وهم متواصلين معانا باستمرار. بيغفلوش عننا في أي حاجة، ودايما مكرمين الأولاد ودايما بيبعتوا لهم وكده، ودايما الاتصالات الأولاد عاملين إيه، في أي خدمة، في أي مساعدة نقدر نقدمها. أشكر الرئيس السيسي على حفلة التكريم دي، وأن هو دايما مش ناسينا ودايما بنتكرم وبيرفع من معنوياتنا. وليا الفخر عشان من أب ملهوش زي، أبويا ما ماتش، أبويا شهيد في جنته حي. مبسوط كده، وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية على اللي هم بيكرمونا كل سنة وبيهتموا بينا وبيحسسونا ان بابا لسه ما ماتش. بحب اشكر رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية على المجهود الرائع اللي هو بيدينا نوع من الحماس على التفوق. وشهد تكريم ابناء الشهداء عدد من الفنانين وقيادات وزارة التربية والتعليم الذين ابدوا سعادة كبيرة بوجودهم وسط اسر الشهداء. والله أنا سعيد جداً إن أنا ببقى بشارك في اليوم الجميل قوي ده اللي إحنا بنبقى فيه بنفتكر شهدائنا وبنكرم أولادهم. وطبعاً المؤسسة العريقة، مؤسسة الشرطة، ما بتنساش أبداً أولادها أبداً. سعادتي غامرة بهم، وأتمنى لهم التفوق والازدهار. فخور بالولاد دول، مش بس عشان هم متفوقين، لا هم كمان بيشرفوا اهاليهم وبيحفظوا سيرتهم الطاهره. انا سعيده بان احنا طول الوقت شايفين مصر بتعمل ايه لاولادنا، بيدوهم حافز وبيدوهم طاقه ايجابيه. انا شايفهم لقالق لان هم اولاد النور، اولاد الشهداء واللي ضحوا بحياتهم عشان الاستقرار وعشان الامن. النهارده المتفوقين بيقولوا ان هم خير خلف لخير سلف من ابناء الشهداء، لانهم اثبتوا ان فعلا ان هم ابناء كفاح وابناء ابطال، لانهم كافحوا وذاكروا ونجحوا. احنا مش بنجاملهم النهارده، ولكن ده حقهم علينا. لمسة وفاء من وزارة الداخلية تجاه ابنائها من الشهداء تتمثل في رعاية ابنائهم، وهو ما ينعكس بالمردود الايجابي على اسر الشهداء الذين ترعاهم الدولة، ويحرص رئيس الجمهورية على دعمهم والتذكير الدائم بتضحياتهم في كل المناسبات. أبويا ما ماتش، أبويا شهيد في جنته حي. تكريم أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية هو تكريم للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقرار وأمن هذا الوطن، تضحياتهم التي قادت إلى التنمية وإلى هذا الاستقرار الذي يتحقق وإلى بناء الجمهورية الجديدة، فوجب هذا التكريم وهذا الاهتمام بهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.